بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، صراحة أنا فكرت في حلقة أمس وأحس أني أنا فعلا ارتكبت خطأ كبير، لأني أنا شبهت الخنازير البشرية بالكلاب. والله الكلاب إخواني الأفاضل أشرف من الأنجاس اللي أنا شبهتهم هالكلاب الشريفة. أقدم لكم اعتذاري، أقدم لكم اعتذاري. أنتوا أشرف من برشيمو، أشرف من عمرو من يدفع أكثر، أشرف من أحمد قاموسة، أنتوا أشرف من كوهينو. وأقدم لكم هدية تأكلون تتقبلون اعتذاري. شوي عاد قلنا اعتذار عاد، مو بكذي عاد. وأنا الأفاضل هذول يسبحون بحمد الله ومستحيل يكفرون، مستحيل يكفرون بالله، لكن الأنجاس الكلاب اللي عندنا باعوا الدين، باعوا الشرف، باعوا كل حاجة من أجل إرضاء الصهاينة، قاتلهم الله. والله إن هذول أشرف من الكلاب الأنجاس. عفوا شبهتم مرة ثانية فيكم. فرسالة حبيت أوصلها أعزائي المشاهدين وأبلغكم أن هؤلاء الحيوانات اللي احنا نقول عنهم كلاب أشرف من الأنجاس اللي أنا ذكرتهم، إعلاميين الخسيسي، إعلاميين وخنازير كوهينو، خنازير بنجامينو. والله إخوان الأفاضل خلاص بتاكلني عاد، أصبر عاد، يا يعتذر أنا مبعد شوي يا أخي. كلوا. هذول الأنجاس كفروا بالله وباعوا دينهم وضميرهم. رسالة حبيت أوصلها لكم أعزائي المشاهدين، ويعطيكم العافية.